ديك باش تسالي من الجنيه خصو خصك ديك باش نسالي خصو ندوز دواء ونصبر صبر صافي خصو يسالي غير يسالي من الجنيه خصو يصبر. الزور محمد المدير الاقليمي للفلاحه بيصفرو، نتواجد الان بضيعه برقاده منطقه رقاده جامعه ايت السبع اقليم صفرو اللي كتشتهر هذه المنطقه بالورديات خصوصا انتاج ديال التفاح، وهذه المساحه ديال الورديات كتشغل على صعيد اقليم صفرو 12700 هكتار، منها 5700 هكتار مخصصة للتفاح وباقي الورديات الأخرى كالبرقوق والحب الملوك والخوخ والشهدية. إذن هذه السنة الحمد لله الإنتاج كان إنتاج أحسن من السنة الماضية، بحيث بلغ الإنتاج 90000 طن، أي بواحد المردود معدل المردودية اللي تيبلغ 18 طن في الهكتار. الضيعة المتواجدين بها حاليا بلغ الإنتاج ديالها 20 طن في الهكتار، مع العلم أن هناك بعض الضيعات اللي كيوصلوا للإنتاجات قياسية اللي تتبلغ 35 طن في الهكتار. الأصناف المتواجدة في الإقليم هي كتفوق 14 صنف ديال التفاح، منها الأصناف البكرية اللي كتدخل في الإنتاج بكري، ومنها الأصناف المتأخرة بحال هذا الصنف هذا. كذلك هناك الأغلبية ديال الأصناف اللي كنعرفوا كاين الجولدن، كاين الريد، كاين الجيرومين، كاين السموتي، كاين هناك مجموعه ديال الاصناف، وهاد الاصناف كتعطي انتاجيه احسن من الاصناف الاخرى، خصوصا بعد التدخل ديال مخطط المغرب الاخضر من خلال الدعم اللي كيتعطى في اطار صندوق التنميه الفلاحيه، خصوصا الدعم الموجه للشتلات، بحيث ان الغرس ديال الهكتار بالتفاح كيتعطى له واحد الدعم ديال 17000 درهم للهكتار. كذلك هناك الدعم ديال السقي الموضعي الغوتا غوت اللي كيتعطى في حدود 45000 درهم للهكتار كسقف بالنسبه للضيعات اللي كتقل على 5 الهكتارات، بالاضافه الى الدعم ديال الشباك الواقي من البراد الفيلي اونتيغير اللي كيتعطى فيه مع الدعم ديال 5 المليون ديال السنتيم بالنسبه للهكتار. هذه السلسله هذه كتبذل فيها مجهود كبير بالنسبه للتثمين، بحيث صفرو كتوفر على 42 وحده التبريد في يونيتي فريغوريفيك، وهاد الوحدات التبريد منهم ثلاثه اللي كيشتغلوا بالتقنيه ديال التبريد المدى البعيد اتموسفير كونترولي، وهاد التقنيه كتمكن من المحافظه على الانتاج الاطول مده اللي كتبلغ حتى لتسعه اشهر. اذا كاين هناك التثمين بالنسبه للوحدات، وكاين هناك التثمين من طرف التعاونيات والتنظيمات المهنيه، بحيث هناك صفرو كتشتهر بخل ديال التفاح، بحيث ان ذاك ليكار دو ترياج يعني ذاك الحجم الصغير ولا الحجم اللي كيدوز للتخمير وكيتاخذ منه خل ديال التفاح اللي كيكون عنده اللي عندنا واحد التعاونيه اللي تعاونيه التدفويت بإيموزار اللي وصلت استطاعت توصل العالميه بهذا المنتوج، بحيث شاركت في المعرض ديال المانيا، المعرض ديال البحرين، والمعرض ديال فرنسا. مصطفى حميد تقني في غرسة البساتين. الآن هنا كنتوجدوا بواحد الضيعة فلاحية في إطار عملية جني التفاح، وما شاء الله جينا في واحد المرحلة في هذه الضيعة اللي كتعمل مع كي تشوفوا واحد مجموعة العمال اللي كيقوموا بهذا الجني. إنما الجني والطريقة ديالو كيطلب عدة ركائز أساسية. إذا كان التفاح كان متجه الفريقو، راه الفلاح خصو ياخذ مجموعه من الاعتبارات، بحيث ان النضج ما خصوش يكون كامل 100%، يقدر خصو يوصل 80%، كي تشوفوا لهنا النضج بعض الاصناف راه ما وصل الى 80%، بمعنى ان هذا التفاح غادي يتجه مباشره للفريكو. بخصوص التفاح اللي تيكون متجه للسوق، النضج ديالو تيكون واصل 95، وكاين واحد العلامات اللي كتبين لنا بان خصو يتجه، لان الا جلس بزاف كيضيع هاد النوع نتاع التفاح. في هذا الاطار حتى الجني عنده واحد الركائز، راه خاصه بالنسبه للتفاح اللي كيدوز الفريكو، راه الا ما كانتش واحد الطرق واحد الركائز اساسيه واحد الطريقه، راه يقدر يوصل التفاح بواحد وخاسر غادي نقولوا بهذا المفهوم هذا الفريكو. كيفاش هالطريقه؟ لان الفلاح
او داك العامل تيقبط عنده واحد تيقبط التفاحه وكيلويها وكياخذها، ومن بعد خصو يحطها في واحد السطل، وهذا السطل ما خصوش يتعدى 6 كيلو، لان الا وقع داك الضغط على داك التفاح كيمرض داك التفاح. عاوتاني فاش كنخويه في الصندوق خصو واحد الطريقه بسيطه كنخويها في الصندوق، من بعد الا كان التفاح متجه للفريغو خصو من بعد ما يتعداش 4 سوايع ويمشي مباشره للفريغو، ان يلاقي. وحتى التوقيت نتاع عمليه الجن ما خصهاش تكون عندنا واحد الحراره، واحد الحراره كتعدى 25 26 درجه، ان كل هذه العوامل اساسيه. واللي كان كي لاحظنا الاخ هنا صاحب الضيعه حتى اخر الادويه اللي دارها تقريبا راه دارها هذه 25 يوم 30 يوم، لان ما يمكنناش نزنيو التفاح ونديوه مباشره للمواطن، لان خص يجب اخذ بعين الاعتبار هذه الظروف. وبالنسبه لهذه السنه من خلال الانتاج ما شاء الله كاين واحد الانتاج وافر. وانا اللي كنقول الا كان الفلاح كيخدم بواحد الطريقه تقنيه مركزه وكيستعمل الوسائل وكيتشاور، وخصوصا فيما يتعلق بالتشاور كيتشاور مع الناس اهل الاختصاص، راه كيوصل للنتائج الايجابيه. وكي تشوفوا هنايا هذه الفيرما ما شاء الله على حسب الانتاجيه نقدروا نقولوا واحد تعدات واحد الرقم ما شاء الله نقولوا واحد 25 طن، ولكن هذا الشيء بفضل ماش بفضل السيد، لان تيخسر الدم جوفو عليها باش يوصل باش على الاقل يسترجع ديك المصاريف ويوصل ديك النتائج ايجابيه. وكتعرفوا هذه المنطقه على الصعيد الوطني تعتبر منطقه مثاليه على الصعيد الوطني، يكفينا ان واحد الضيعه هي مجاوره هنا راه وصلت ل 50 طن للهكتار بفضل مجموعه من التقنيات. دريس النصار من مزار كندار، تقني في البيبينيير. احنا متواجدين دابا في الناحيه ديال مزار، وفي بالضبط ميمت في الرقاده، وهذا التفاح مزيان وتبارك الله بفضل ديال المعملين البيبينيير اللي هما تسوا هذا الشيء هذا، وتبارك الله حنا خدمنا هذا الشيء هذا، وتبارك الله هو دابا تيعطي النتائج، والخدامه تبارك الله هما تتشوفوا، والغله تبارك الله ممتازه الحمد لله اللهم لك الحمد. وتنشكر اللي جات لعندنا، وتنشكر السي بزور اللي هو مدير ديال الفلاحه ديال صفرو اللي هو تيعاون الفلاح من قوت قوت المسائل كلها من الاعانه اللي واجبت على الفلاح تعطيها له. انا هو مول الضيعه مقران عبد الرحمن من عين الرقاده. العام مزيان تبارك الله خيران، منسوج مزيان ماشي بحال العام الماضي، واللهم لك الحمد كل شيء مزيان، عندنا انتاج مزيان الحمد لله، حتى الثمن واخا ناقص شويه في الثمن ماشي مشكل، السلعه مزيانه. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.